باريس، الأحد 27 من يوليو عام 1214. تحضر الحشود الباريسية حفلة تتويج كونراد الكبير على وقع أجراس كاتدرائية نوتردام ليصبح رئيس أقوى دولة في أوروبا، الإمبراطورية الرومانية المقدسة. قبل أربعة قرون فتح النهب الرهيب لباريس العالم أمام الفايكنج وعجل بسقوط إمبراطورية الفرنجة. استغل الملوك الألمان هذه الفوضى وبدأوا يطالبون بالأراضي الفرنجية السابقة من جبال الألب إلى المحيط الأطلسي. يكمل كونراد الرابع عمل أسلافه ويعيد بناء الدولة العظمى إلى مستوى الإمبراطورية الرومانية. لكن لا شيء من هذا حدث. في عام 886 حسمت قطعة رمل صغيرة نتيجة حصار باريس وسمحت لمملكة الفرنجة بالبقاء على قيد الحياة. تاريخنا ليس سوى سلسلة من الأحداث المدهشة، يستطيع كل منا أن يؤثر في مجراه، من ولادة إمبراطورية عمرها 1000 سنة إلى انهيار حضارة مزدهرة، من العبقرية الإبداعية لحفنة من الرواد إلى ثورة ثقافية عالمية، من أسوأ الرؤى الاستبدادية إلى أبشع الحروب الكبرى، ومن المقاومة البطولية لشعب كامل إلى التصميم الحديدي لأقلية معينة. إن أبسط القرارات التي نتخذها قد تؤثر في مستقبل البشرية، وبمعرفة الماضي نستشرف المستقبل. في 8 يونيو عام 793 يتعرض دير ليندسفارن الهادئ لمهاجمة رجال من الشمال الفايكنج. في 24 من نوفمبر عام 885 شوهدت بضع مئات من السفن الحربية التابعة للفايكنج تصل إلى باريس. في عام 911 يمنح ملك الفرنجة لزعيم الفايكنج الجبار الذي يدعى رولو أرضاً في النورماندي. هذه الأحداث الثلاثة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً هي اللحظات الحاسمة للتوغلات الإسكندنافية في أوروبا والمعروفة باسم عصر الفايكنج. ربيع عام 507 معركة فويه. جاء ملك الفرنجة كلوفيس لسحق جيش القوط الغربيين. الملك المحارب سيقهر بلاد الغال كلها. قبل 30 عاماً عند انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية سيطر عدد من الشعوب الجرمانية على مقاطعات الإمبراطورية السابقة، ومن بينهم الشعب الفرنجي الذي كان يتسم بالطموح والضراوة. كان الفرنج في الأساس وثنيين، لكنهم اعتنقوا المسيحية بدافع من الملك كلوفيس، فسهل لهم ذلك الانضمام إلى نخب الغال الرومانية ذات العقيدة المسيحية الراسخة. بعد قرنين يتوسع نطاق مملكتهم من بحر الشمال إلى البحر الأبيض المتوسط. في عام 768 يتوج تشارلز الأول ملكاً للفرنجة، فيكون عهد هذا السياسي الاستثنائي وأمير الحرب العظيم عبارة عن سلسلة طويلة من الفتوحات، وسرعان ما يبسط سيطرته على أوروبا الغربية فتتحول مملكته إلى إمبراطورية، ويتحول تشارلز الأول إلى تشارلز الأكبر، وباللاتينية كارلوس ماغنوس أو شارل مان. يعاد تنظيم الإمبراطورية إلى حد كبير، وتساهم الكثير من الإصلاحات الإدارية بتعزيز السلطة، وتسطع معرفة القدماء من جديد. عام 800 عندما عينه البابا إمبراطوراً في روما، بدا وكأن العظمة الرومانية قد عادت إلى الحياة من جديد، ويصبح الإفرنج الذين كانوا في السابق وثنيين حماة للدين المسيحي. وفي أوج قوتها كانت الإمبراطورية الكارولينجية لا تقهر، لا يبدو أن أحداً قادر على تحديها. أهلاً بكم في ذاكرة البشرية. كل أحداث التاريخ مهما كانت صغيرة محفوظة ومتشابكة، وتغير حدث واحد كفيل بزعزعة سائر الأحداث. هنا يمكن التحكم بالوقت وتحليل ومقارنة ملايين الأحداث وتغييرها لإعادة كتابة التاريخ. لم يكن الإفرنج غرباء عن الرومان، بل العكس.
هاجر هؤلاء الجرمان خلال القرن الثالث إلى الإمبراطورية الرومانية وأثناء فترة الهجرات الكبرى. رغم معارضة الرومان في البداية، منح الشعب الإفرنجي في النهاية صفة شعب فيدرالي، وفي مقابل الأراضي داخل الإمبراطورية وافق الإفرنج على خدمة الإمبراطورية والدفاع عنها. تحول الغزاة إلى مدافعين مخلصين. عند انهيار الإمبراطورية حافظ الإفرنج على بقايا الإدارة وأدخلوا إليها عادات رومانية، فانصهر المجتمعان معا في مجتمع جديد. الثامن من يونيو عام 793، دير لندسفارن قبالة السواحل الإنجليزية. بعد ظهور مجموعة من المقاتلين على متن سفن غريبة من وراء الضباب، يرتكب هؤلاء المحاربون ذنب مهاجمة رجال دين. سيغادرون قريبا وهم يحملون غنائمهم بعد أن دنسوا أرض الدير المقدسة وجردوا المذابح من زينتها. كان هذا الهجوم نذير شؤم للمملكة الأوروبية. إنه إعلان عن بدء حقبة جديدة وعصر جديد، هو عصر الفايكنج. اسكندنافيا منطقة شاسعة تقع داخل جليد الدائرة القطبية الشمالية، ظلت تخضع للاستيطان بشكل متصاعد من قبل الشعوب الجرمانية. وسرعان ما أدت الأنهار الكثيرة التي تصب في خلجان عميقة إلى بروز ثقافة بحرية مهمة. في نهاية القرن الثامن ظهرت الموانئ التجارية، وبدأ تبادل جلود الفقمة وأنياب الفض والعبيد كعملة، وبدأت العلاقات مع الممالك الأوروبية في النمو. تشهد هذه الأراضي المنقسمة ظهور بنية سياسية مميزة. فالمجتمع الإسكندنافي مبني على قادة يتمتعون بكاريزما مؤثرة. القتال بشجاعة وإغداق الأموال على الشعب، هذا ما يتوقعه الفايكنج من قادتهم. هذا النظام بطبيعته يشجع على المنافسة الشرسة، وغالباً ما يكون مصدر عدم استقرار. في القرن التاسع قرر الكثير منهم أن يجرب حظه وينطلق في بعثات استكشافية بحرية محفوفة بالمخاطر بحثاً عن المال والشهرة. هكذا اتجه الإسكندنافيون شرقاً بحثاً عن طرق تجارية جديدة، فوجدوا أنفسهم في الطريق إلى القسطنطينية وبغداد. استقر رجال آخرون يدعون الروس، وأسسوا ما سيعرف لاحقاً باسم روسيا. في عام 870 تنجح بعثات أخرى في استعمار أيسلندا وغرينلاند، وتبحر بعض القبائل بعيداً فتصل حتى إلى نيوفوندلاند في أمريكا الشمالية قبل 500 عام من كريستوفر كولومبوس. بالتدريج يلاحظ هؤلاء المستكشفون الطموحون نقاط ضعف ممالك أوروبا الغربية، فجيوشهم لا تستطيع حماية المنطقة بأكملها. الأديرة الغنية خالية تماماً من الدفاعات. بالنسبة لهؤلاء المغامرين كان هذا كافياً لإقناعهم بالتحول من التجارة إلى النهب. فرسان البحر. يعتبر كثيرون أن كلمة فايكنج تشير إلى بلطجية متعطشين لسفك الدماء، لكن في اللغة الإسكندنافية القديمة كانت كلمة فايكنج تشير إلى البعثات البحرية سعياً وراء المال. لا يحمل الشخص صفة فايكنج عند الولادة، بل يصبح كذلك عندما ينطلق في بعثة استكشافية. كان يمكن لأي أحد من الفايكنج أن يكون حرفياً أو مقاتلاً أو صياداً أو مالك أراض ثرياً. لم تكن لكل سفن الفايكنج مقدمة على شكل تنين، ومع ذلك هذه السفن البحرية تشترك في بنية فريدة، حيث استخدم الإسكندنافيون مصطلح لانكسكيب عند الإشارة إلى سفنهم وتعني السفينة الطويلة.
هذه السفن الخفيفة والمتينة ذات القاع المسطح وبسعة 70 رجلاً مسلحاً على مقاعد للتجديف تستطيع الإبحار في المياه الضحلة داخل أي نهر، وكذلك يمكن حملها من نهر إلى آخر. وبفضل أشرعتها الكبيرة والمرنة سمحت هذه السفن للبحارة الأكفاء بمواجهة غضب المحيط. منحت هذه السفن الفايكينغ مصدر قوتهم الأساسي وهو السرعة وعنصر المفاجأة. كانوا شعباً صعب المنال في المياه. بعد التسلل عبر النهر تحت ضباب الصباح يربض محاربو الفايكينغ في قواربهم مستعدين في انتظار إشارة قائدهم. لم يرى أحد في القرية القارب وهو يقترب. يبدو أن الأشرار الوثنيين قدموا من الجحيم مباشرة. دقت أجراس الدير ناقوس الخطر بشدة، لكن بعد فوات الأوان. باستخدام الأنهار للتحرك تشن مجموعات صغيرة من المقاتلين غارات خاطفة على عوالم غير مهيئة. وعندما تصل المساندة تكون مجموعات الفايكينغ قد غادرت بالغنائم والأسرى وراحت تبحث عن فريستها السهلة التالية. ينتشر الوباء الإسكندنافي في الممالك السكسونية في بريطانيا. يهبطون في إيرلندا ويهاجمون السواحل الفرنجية. لا يبقى ميناء ولا دير في مأمن منهم، فحيثما وجد رجال الشمال هؤلاء ثروة غير محمية نزلوا لنهبها. بعد الهجمات الأولى رد شارلمان بإنشاء نظام دفاعي ساحلي للإمبراطورية. سيد أوروبا لا يهاب اللصوص بل ينتظرهم بالسلاح في يده. يحافظ ابنه لويس الورع على الدفاعات التي أنشأها أبوه لسنوات عديدة أخرى، لكن بعد موته في عام 840 تنقسم إمبراطورية الفرنجة، إذ ينص القانون الفرنجي على أن الإمبراطورية يجب أن تقسم بين أبناء الملك الراحل. أدى هذا إلى بدء فترة طويلة ومعقدة من المشاكل في إمبراطورية الفرنجة، وتسبب الخلافات المتعددة بين المتنافسين على العرش في إضعاف قوة الإمبراطورية المركزية. إثر الانقسام تخسر السلطة الإمبراطورية قوتها، وكان ذلك نعمة للفايكينغ الذين راحوا يتفرجون على نظام شارلمان الدفاعي وهو ينهار تدريجياً. تمنى الإمبراطورية بالضعف بعد تقسيمها. تستغل المجموعات الشمالية هذه الفرصة وتنقض على فريستها العاجزة. الأنهار تقود الفايكينغ إلى المدن الفرنجية الكبيرة، فتنهب مدينة روان ثم نانت وتولوز. يكتسب قادة الفايكينغ الثقة فيبدأون بالتحضير لحملات نهب كبيرة وينشئون معسكرات عند منبع النهر، ولا يكلفون أنفسهم عناء العودة إلى ديارهم في فصل الشتاء. الوضع سيء جدا. يوما بعد يوم يدفعهم الإفلات من العقاب إلى الهجوم على أهداف أكبر وأكبر، حتى مدينة أخن عاصمة شارلمان السابقة ستتعرض للنهب والخراب. في عام 885 أبحرت 120 سفينة بقيادة الزعيم رانغار في نهر السين دون أن تواجه أي مقاومة لمهاجمة باريس. ستدفع فدية كبيرة تبلغ 7000 رطل من الفضة لجعلها ترحل، لكن هذه الاستراتيجية قصيرة المدى ستشجع الفايكينغ على العودة من جديد. الوضع في شمال إنجلترا أسوأ بكثير. أنشأ جيش دنماركي ضخم مملكة. لقد اخترق رجال الشمال قلب أوروبا. ما من أحد في مأمن. تعتمد استراتيجية الفايكينغ على أسطولهم البحري وتقوم على السرعة والمفاجأة وإثارة الخوف والشجاعة. يتحاشى أمراء الحرب هؤلاء المعارك الضارية. أما الجيش الإفرنجي القوي فهو أقل حركة، لذا غالباً ما يصل المدافعون متأخرين فلا يتسنى لهم سوى ملاحظة الأضرار. لا يمكنهم أن يكونوا في كل مكان في جميع الأوقات على عكس الفايكينغ.
ويبدو أن الآلية الدفاعية الفعالة الوحيدة هي تحصين المدن، لكن ما تبقى من أسوار الحقبة الرومانية كان قد تحول إلى حطام لتركها دون ترميم بعد قرون من السلام. بحلول منتصف القرن التاسع بذلت جهود كبيرة لرفع الأسوار وبناء حصون جديدة، وفي الوقت نفسه بنيت متاريس محصنة عبر الأنهار لمنع الفايكنج من دخول الأراضي. جسر الأرك الذي يحمي نهر السن هو الأكثر إثارة للإعجاب بينها. تمكن هذا الجسر الذي استغرق بناؤه 15 سنة من وضع حد لتقدم الفايكنج وحماية المناطق الداخلية لسنوات. لكن هياكل التحصين تعتمد أيضاً على جودتها وعدد المدافعين. عام 885 الحاجز البحري عند جسر الأرك تملأ بضع مئات من السفن نهر السان، وعلى متنها عشرات من قادة الفايكنج الذين تحالفوا لإنشاء جيش لا يقهر. لا يستطيع العدد الصغير من حراس الإفرنج فعل شيء لإيقافهم، ولا حتى الحواجز المتعددة المؤدية إلى مدينة باريس يمكنها أن تؤمن الحماية اللازمة. بالنسبة لقادة الفايكنج، باريس هي مجرد خطوة ضرورية، لأن الهدف الأساسي هو بورغاندي حيث توجد ثروات وافرة يمكن نهبها. لكن حين يصل الجيش الشمالي قرب المدينة يلاحظ بعض التغيرات. الأسوار الرومانية القديمة التي هجرت لقرون طويلة رفعت وعززت من جديد، وثمة جسران محصنان على النهر يعيقان مرورهم. حصنت باريس نفسها بجزيرة المدينة حيث يقع قلب الدفاع، ويتم الدفاع عن الأسوار وتظل الأبواب مغلقة. الباريسيون مصممون على القتال بقيادة الكونت أود، وبما أن الطريق إلى بورغاندي مسدود تضطر بعثة الفايكنج إلى محاصرة المدينة. يهاجم المقاتلون النورديون البرج الكبير الذي يمنعهم من الوصول إلى الجسر الضخم. الهجوم وحشي، لكن قوات الدفاع تنجح في تحطيم معنويات الفايكنج. يضرب المقاتلون بالقذائف وتتغلب عليهم السيوف الفرنجية. القوة الغاشمة لا تكفي هذه المرة. يعلم قادة الفايكنج أن عليهم التحضير لمعركة طويلة، فيقومون ببناء المراجم والمنجنيقات، ويقومون أيضاً بإرسال فرق متنقلة للمناطق المحيطة بحثاً عن موارد، فأوائل الثلج ستسقط قريباً. تنجح الهجمات التي تزداد عنفاً في تدمير البرج، ولكن من دون أي جدوى. يأتي فصل الشتاء، ودفاعات الكونت أود تثبت صلابتها. الفايكنج يقاتلون الآن في معركة لا يمكنهم السيطرة عليها. في مطلع شهر فبراير يستغل المهاجمون فيضان نهر السان للتغلب على دفاعات جسر بيتي، فيذبحون كل عناصر الحامية ويشتد الحصار. لإنهاء الأمر يهاجم الفايكنج من جميع الجهات ويشنون هجوماً واسع النطاق. إنه قتال حتى الموت. يصمد المدافعون في جميع الأنحاء ويرسلون أبناء الإله أودين إلى عالم الفالهالا، لكن أود يعلم أنه لا يستطيع الاستمرار على هذه الحال إلى أجل غير مسمى. في شهر مايو يتجاوز أود خطوط الفايكنج سراً لطلب تعزيزات من الإمبراطور تشارلز الثالث. عندما يعود إلى المدينة يقطع عليه الفايكنج الطريق. إن فشل في تخطي خطوط الأعداء والعودة إلى باريس، قد يفقد المدافعون الأمل، وبعد ذلك يستسلمون. لا خيار لديه، يهجم مع رجاله على الأعداء مباشرة، وبعد مناوشات عنيفة ينجح في العودة إلى المدينة. في الخريف، أي بعد مرور عام تقريباً على الحصار، يصل الجيش الإمبراطوري أخيراً إلى باريس، وعلى رأسه تشارلز الثالث. لكن المعركة التي طال انتظارها لن تحدث.
فتشارلز يفضل التفاوض ويقدم جزية للفايكنج ويمنحهم حرية المرور في النهر مقابل رفعهم الحصار عن باريس. الإمبراطور يسلم بورغاندي إلى الفايكنج. وصلنا الآن إلى نقطة تحول. نقطة التحول هي لحظة حاسمة ومفترق طرق في تاريخنا، يمكن لعالمنا أن يتحول فيها من مسار إلى آخر. تشارلز الثالث الذي أضعفته الصراعات الداخلية يفقد مصداقيته، استسلم في وجه الغزاة وخان التضحيات التي قدمها المدافعون عن باريس، فيعزل في عام 887 وهو مريض. لقيادة فرنسا يختار القادة البطل الذي دافع عن باريس الكونت أود ليصبح ملك فرنسا. لو أن أود لم ينجو من الحصار وخصوصاً أثناء عودته البطولية لكانت باريس قد وقعت حتماً في أيدي الفايكنج. لولا ذلك المدافع الناشط لوقعت مملكة الفرنجة الغربية فريسة للمؤامرات السياسية والصراع على السلطة، ولأصبحت منطقة مقسمة وفريسة سهلة. كان الملوك الكارولنجيون ضعفاء وغير قادرين على أداء أدوارهم كحماة للمملكة، لذا كانوا يخلعون بشكل دائم عن عروشهم. يمكن حتى تخيل ضمها من قبل جارتها القوية المملكة الألمانية، وحينها لم تكن المملكة الفرنسية لترى النور أبداً. عام 911 يتلقى قائد الفايكنج رولو منطقة روان من الملك الفرنجي نفسه. في المقابل عليه أن يعمد ويقسم الولاء للملك ويتعهد بحماية المملكة. أمير الحرب الذي قاتل في الحصار الكبير لباريس قبل بضع سنوات يجد نفسه اليوم يدافع عن المملكة. هذه الأراضي الجديدة التي ستحمل قريباً اسم نورماندي، أي أرض رجال الشمال، تحتل موقعاً استراتيجياً عند قاعدة نهر السين، وهي نقطة غزو أساسية. في مقابل جزء من هذه الأرض يحصل ملك الفرنجة على حماية لمملكته. الفايكنج يقومون بحماية الإفرنج من الفايكنج الآخرين. إنها خطوة جريئة لكنها ستؤتي ثمارها قريباً. مثل الفرنجة قبل قرون كانت للإسكندنافيين مصلحة في الاندماج، والسلطة الفرنجية الأساسية تسمح لهم بالاستقرار وإقامة أسس دولة قوية جداً. يتبنى الإسكندنافيون بسرعة عادات الإفرنج وأسلوب حياتهم، وسرعان ما يستبدلون اللغة الإسكندنافية باللغة الفرنسية، ويعتنقون تدريجياً ديانة الإمبراطورية ويصبحون مسيحيين. يتخلى الشماليون عن آلهة مثل ثور وأودين ويستبدلونهما بالمسيح. سرعان ما تكبر هذه المقاطعة لتصبح حادوقية. المزيج الرائع بين الهيكل الفرنجي والقوة الإسكندنافية يجعل دوقية نورماندي تدريجياً إحدى أقوى إمارات المملكة وأكثرها ازدهاراً. وهذه ليست سوى البداية. في 14 من أكتوبر عام 1066 غير بعيد من قرية هاستينغ بإنجلترا، حفيد رولو ويليام الثاني الذي سيعرف قريباً باسم ويليام الفاتح يأتي ليواجه الملك الساكسوني على أرضه، وفي نهاية اليوم يصبح سيد المعركة والمملكة. ويليام الثاني دوق نورماندي، سليل أحد قادة الفايكنج الذين قادوا الهجوم على باريس من قبل، يصبح ملك إنجلترا. ولكن تلك قصة أخرى. انتهت ظاهرة الفايكنج منتصف القرن الحادي عشر، بعد أن تركوا في غضون ما يزيد عن 200 عام أثراً لا يمحى وبصمة حية في الصور الشعبية وعواقب سياسية كبيرة. تحدوا أقوى ممالك عصرهم ورأوا نقاط ضعف أعدائهم ووظفوا مهاراتهم الهائلة في التكيف لزعزعة العالم الغربي.
لعبوا دوراً مهماً في انهيار الإمبراطورية الكارولينجية الضخمة مستغلين فترة اضطرابها. لكن الحقيقة الأكثر بروزاً من دوقية نورماندي إلى روسيا العصور الوسطى كانت قدرة الفايكنج على الاندماج. لم يترددوا في التحول إلى المسيحية أو تبني لغة جديدة. ورغم كل عنف البعثات الاستكشافية السابقة، تعلموا التكيف والاندماج مع السكان المحليين كما فعل الإفرنجة قبل قرون عدة. عبر الانفتاح على الآخرين كانوا قادرين على صياغة مستقبل مشترك معهم.